احنا في شاطئ الخليج في راس البر، وانا مع بطل من ابطال مصر ربنا يديهم الصحه، عرفوا ينتصروا في اكتوبر ورجعوا تاني عمروا في اماكن كتير، منهم انا واقفه جنب بطل، وانا طبعا لاني بتاعتي ولاد احنا بنشوف بعض على طول، الحاج حسني في شاطئ الخليج. المكان ده الاشهر، كافيه كبير قوي في راس البر، وهو هيكلمكم احنا عملنا ايه. احنا عملنا ايه يا حاج حسني؟ بالنسبه هتعلي صوتك يا حاج حسني انت لحرب أكتوبر. اكتوبر انا عملت تمثيل، انا ايه قدام شغلكم؟ احنا عملنا موقع جامد جدا حرب اكتوبر، عبرنا في 73 قناه السويس، واثرنا على السافيا جوري. طيب على السافيا جوري، على السافيا جوري. ايوه انتوا اللي اثرتوا. احنا اثرناها السافيا جوري اللي هو 90 مضلع، كان جاي يهز الدنيا بالدبابات بتاعته. طب ازاي اثرتوه؟ انا دي حدوته تهمني. ايوه حصل، حصل لا هتعلي صوتك، انا يهمني. حصل معركه دبابات، معركه دبابات بيننا وبينه. واحنا اللواء 117 مشاه ميكانيكي. مين كان القائد بتاع اللواء 117؟ محمد حمدي الحديدي. حديدي؟ ايوه الحديدي كان قائد اللواء 117، واخد دانا مباشره في الليل. وما زال لسه عايش على قيد الحياه، ربنا يدي لك الصحه. احنا والحمد لله يعني برضه، وفي ابطال زينا كتير يعني. طبعا طبعا انا اعرف منهم ناس كتير. ايوه بس حضرتك واحد منهم، وانا بشكرك نيابه عن كل المصريين والعرب، انتوا شرف لينا ونورتونا. الله يخليك، راس البر حلو قوي. وانتوا بقى اللي بتقدموا الحاجات دي لينا، بقى بنمثل عشان الحاجات الحلوه دي لينا، الواقعه دي. الواقعه دي ما تمرش عند الاجيال اللي جايه. طبعا طبعا شكرا لاستضافتك في شاطئ الخليج. شكرا يا حبيبي. وانت مواطنه عربيه مصرية أردنية في عينينا والله. ربنا يعزك.